بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سوف يكون عن الإسراف في الطعام والأمراض الناتجة عن الإسراف في الطعام في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الباحث الإسلامي والمتخصص في طب أهل البيت سماحة الشيخ أحمد دريس، حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظكم وإيدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سماحة الشيخ، حياكم الله، الله يبارك بكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، ما هو الدليل على أن الإسراف في الطعام يسبب الأمراض في رواة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ نحن عندما نأتي إلى قضية الإسراف، كما تعلمون أنه من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية. نعم. وأن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. نعم. القرآن الكريم هكذا يعبر. لكن من حيث الناحية الطبية، الأمير صلوات الله وسلامه عليه في البحار المجلد 59 يذكر هذه الرواية عن أمير المؤمنين، من جملة ما قال في الرواية: إن في القرآن لآية تجمع الطب كله. نعم. يعني كل الطب مجموع بآية واحدة ما شاء الله من القرآن الكريم. شنو هاي الآية؟ قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا. نعم. اكل واشرب، اما الى حد الإسراف لا يصل. ولهذا عندما نأتي الى معنى الإسراف، يقولون الكتب اللغة تقول الإسراف هو مجاوزة القصد، يعني فسره في الأكل هو مجاوزة القصد في الأكل، يعني أكثر من اللازم، أكثر من احتياج الجسد. الإنسان يأكل الطعام، هذا يعبر عليه بالإسراف. لكن كما تعلمون أن من شخص إلى شخص القضية تختلف. نعم. ممكن فلان رجل يأكل مثلا صحن صحنين ثلاث، هذا ما يعد إلى إسراف، اعتبار الجسم ما لا يتقبل، العمل ما لا يتقبل، تحركات يحتاج إلى طاقة أكثر، هذا بالنسبة لهذا الرجل ما يحسب إسراف. أما بالنسبة إلى رجل آخر اللي ما عنده تحرك، ما عنده هكذا جهد، ما يحتاج إلى كذا طاقة وأكثر من اللازم يأكل الطعام، هذا يعتبر إسراف. ولذا الإمام الصادق في أصول الكافي ماذا يقول في الكافي المجلد الرابع عن الصادق عليه السلام؟ قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، ما دام الإنسان يأكل الطعام وأن هذا الطعام هو نافع لجسده وهو احتياج الجسد فهو لا يعد إسرافا. نعم. فإذن المولاي يا إمام الصادق، الإسراف يعني شنو معناته في الأكل؟ قال: إنما الإسراف فيما أفسد المال. الإسراف إذا يفسد المال وبعد وأضر بالبدن، إذا وصلت الحالة إلى ضرر بالمال وإلى مضرة في الجسد، فهذا يعد من الإسراف وهو ينتج الأمراض. والدليل بالكثرة من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، مثلا تأتي إلى هذه الرواية التي وردت في الوسائل، مستدرك الوسائل، قال: فساد الجسد ووهنه يعود من كثرة الطعام. نعم. يعني يا أيها المؤمنون، يا أيها الشيعة، إذا تعرفون، إذا تريدون أن تعرفون أن من أين جاء لك فلان مرض، أهل البيت يقولون من كثرة الطعام. في رواية أخرى في كتاب دعوات الراوندي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والبطنة. البطنة يعني كثرة الأكل، الإنسان يأكل أكثر من اللازم، فإنها مفسدة للبدن، تفسد البدن، تفسد الكبد، تفسد المعدة، حتى تفسد أفكار الإنسان. صحيح. الإنسان إذا يريد يصير أفكار سليمة صحيحة غير منعوجة، يحتاج إلى أن لا يأكل الكثير. الآن آتي إن شاء الله أتكلم عن هذه المعاني، بأن حدود الأكل، كم يعني مقدار الأكل اللي الإنسان يصرفه باليوم مش قد في رواية أهل البيت. وبعد الرسول الأكرم يقول: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للبدن ومورثة للسقم ومكسلة عن العبادة. تكسل الإنسان، ما يقدر من كثرة ما يأكل هذا، ما يقدر يقوم يصلي له ركعتين من الصلاة. لا إله إلا الله. قطعان
شوف ايش دقيقة المسألة. قطعان الذي يكسل عن العبادة يعني يكسل عن ارتباطه بالله، والذي يكسل عن ارتباطه بالله يقل ارتباطه بالله تبارك وتعالى، يضعف روحه، الروح تضعف، وإذا ضعفت الروح ضعف البدن، مناعة البدن تضعف حينما الإنسان يقطع ارتباطه مع الله تبارك وتعالى، بدل أن يكسب من الله القوة والقدرة أنه يقطع ارتباطه، كذلك مناعة البدن تضعف عند الإنسان، وهذا يسبب أن الإنسان يبتلي أكثر بالأمراض، أكثر بالأمراض. مثلا تأتي إلى رواية أخرى في الكافي عن أهل البيت، قال كل داء من التخمة، كثرة الأكل. ممكن واحد من المشاهدين يسأل هذا السؤال، يقول منين جاء لي هذا المرض؟ أقول أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون كل داء من التخمة، يعني أكثر من اللازم الإنسان يأكل، إلا الحمى يعني إلا الصخونة فإنها ترد ورودا بواسطة جراثيم ميكروبات خاصة تدخل، إلا بس الحمى، حمى تجي من الخارج عند أهل البيت، الحمى خارج البدن، بينما هذا ظواهر ارتفاع حرارة الإنسان بالحمى إنما هذه علامة لذاك المرض، ولا نفس الارتفاع ليس مرضا، إنما المرض تلك العفونة التي موجودة في جسم الإنسان، لأن الحمى تجي من العفونة. إذا رأيت أحد صخن، تعبيرنا سخونة كانت عنده، قطعا بدنه أكو فرد عفونة، التهاب موجود. نعم. نعم. ولهذا أهل البيت يقولون الحمى ترد ورودا مو من داخل البدن إلا الحمى، فإذا كل داء من التخمة. أو تجي إلى رواية في مستدرك الوسائل، من قل طعامه صح بدنه وصفى قلبه. فإذا أقول إذا أحد يريد يعالج المريض، أول ما يعدل طعامه، أول ما يقلل من طعامه، يقلل من الدسومات. مع الأسف الشديد يعني إحنا ابتليهنا بهالمشروبات الغازية، مع الأسف الشديد تدمير للبدن، تهشم في العظام، ما أعرف، ابتلاء بمرض الكبد، ابتلاء بأمراض المعدة المختلفة في المعدة بهالمشروبات الغازية. هؤلاء اليهود أساس هذه الفتنة أنهم أخذوا مالنا وأخذوا صحتنا منا بواسطة هذه المشروبات الغازية، والآن ماكو مائدة من الموائد إلا كون هاي المائدة بها المشروبات الغازية، كأنما الطعام لا يتهنأ بالطعام إلا أن يشرب من هذا المشروبات الغازية. مع الأسف والكل يعرف أنها مضرة، سماح والكل يعرف أنها مضرة. صحيح. تقول لأبويا، يقول لك أنا والله عندي تهشم بالعظام، منين جت لي؟ أقول لأبويا اترك المشروبات الغازية، اترك البيبسي، اترك البيبسي هذا. وكثير من هذه الأمراض تجي من هذه المأكولات، أو تجي مثلا إلى الدجاج الموجود الآن، دجاج المصانع. هذا الدجاج بالأخص إلى النساء يغير هرمونات النساء النسائية، المرأة تأخذ حالة من الرجولية، المرأة يقوم يطلع شعر زائد في وجهها، تقول منين جت لي هذه الشعر الزائد؟ السبب أن التزام بأكل الدجاج، هذا الدجاج المصانع، لأن هذا يكبرون بالكيمياء بالهرمونات، وهكذا يتغير علينا الطعام ونبتلي بهكذا أمراض. المهم، ولهذا في رواية أخرى يقول لو أن الناس قصدوا في الطعام لاعتدلت أبدانهم. تقول منين جت لي هالسمنة؟ نقول أبويا من كثرة الأكل، أنت قلل في طعامك ما تبتلي بالسمنة، والسمنة هم تجيب لك أمراض، بالأخص انسداد في العروق، بالأخص إذا من 40 سنة ولفوق، بالأخص 40 سنة ولفوق أكثر هؤلاء مبتلين بأمراض الكبد، ومبتلين بأمراض انسداد في العروق، وبأمراض الدسومة في الدم، نسبة الدسومة صاعدة في الدم، هذا يسبب انسداد في القلب. فإذا التفتوا أيها الأحباب، لو أن الناس قصدوا في الطعام لاعتدلت أبدانهم. النتيجة أخاطب جميع الأمراض السكرية، هذول اللي مبتلين بمرض السكر، أخاطب الذي عنده ضغط، الضغط يصعد عنده دائما، نعم، أخاطب كل من ابتلى بمرض، أقول الطريق الوحيد في مدرسة أهل البيت أن تقلل من طعامك، أكثر من الزائد لا تأكل. الآن التفت إلى هذه الرواية الجميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، كما رواها الكليني بسنده عن أبي صلت، يقول قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة ما ألقى من الأوجاع والتخم.
إجا واحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه فاشتكى عند الإمام الصادق. بتعبيرنا الآن الشكوى شنو هي؟ يقول بوي عندي ضغط، عندي سكر، عندي آلام برأسي مفاصلي، لأن هذا الرجل يقول ألقى من الأوجاع، ما خصص وجع خاص، جميع الأمراض جميع الأمراض والتخم. فقال الإمام أنت طريق الحل، هذا طريق الحل يا أيها المشاهد التفت إلى هذه المسألة. الإمام قال تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيء. الطريق الوحيد أن تخلي وجبات الطعام في اليوم وجبتين، وجبة للغداء ووجبة المن للعشاء. الإمام ليش قال له وجبتين بس؟ قال فإن فيه فساد البدن إذا زادت أكثر من وجبتين. مع الأسف الشديد أن هذه السنة، السنة اللي ثلاث وجبات الناس قامت تأكل وصرت عند المسلمين، اجت من معاوية. هذه سنة معاوية. نعم. ان معاوية من كثرة ما كان يأكل من الطعام ما كان يشبع. نعم. ويكثر وجباته خلافا للطب الرائج. الطب الحديث شو يقول؟ اهل البيت خلاف لهذا الطب الحديث، يقول كثر وجباتك لكن اكل قليل. لكن نحن نقول لا، انما لابد ان تقلل وجباتك لكن تأكل بالشبع، لكن لا يصل إلى حد الإسراف، لأن الإمام يقول فإن فيه فساد البدن. أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ الله. الإمام يقول بكرة يعني وجبتين، بكرة وعشية. الله تبارك وتعالى التفت في القرآن، أشار في القرآن إلى هذا المعنى، يعني وجبتين بكرة وعشية. نعم. فإذا الإنسان لابد أن يقلل من وجباته طعامه. أحسنتم بارك الله بكم سماحة الشيخ، ذكرتم قول الإمام الصادق أنه غداء وعشاء. نعم. يعني الأوقات للغداء وللعشاء بس على مود مبين للسادة المشاهدين. نعم. بالنسبة إلى مسألة الغداء، المعروف عندنا الغداء يعني بعد أذان الظهر، إجاب إذا صلى بعد مدة والمائدة وقعد قال هاي الغداء. صحيح. بينما الغداء يؤكل ما يؤكل وسط النهار. في اللغة إذا ترجع يقول شيء اللي يؤكل بالنهار يقولوا له غدا. ممكن الإنسان أول النهار يأكل غدا، آخر النهار هم يأكل يقولوا له غدا. نعم. لكنما سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الغداء متى يأكلون الغداء عليهم السلام؟ الغداء يأكلونه هذا الريوق المعروف عندنا. الريوق هو الغداء عند أهل البيت سلام الله عليهم. في الصباح يعني. صباحا يأكلونه. نعم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله من أراد البقاء ولا بقاء، إشارة إلى طول العمر، يقول الشخص اللي يريد طول العمر. يا أيها المشاهد الكريم، إذا تريد طول العمر ماذا تصنع؟ هنا الرسول الأكرم يقول فليباكر الغداء، يعني خلي هرف بالغداء. هذا الريوق هذا هو الغداء عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا الغداء اللي موجود الآن بعد الأذان، هذه سنة معاوية ليست من سنة أهل البيت عليهم السلام. لكثرة ما كان يأكل فعدد بوجباته للأطعمة. ولهذا نحن نؤكد على هذا المعنى، اللي يقللون في طعامهم حتى لا يبتلون بكثرة الأمراض، بالأخص يقللون وجبات الطعام، بالأخص السكري، بالأخص اللي عنده ضغط حتى ضغطه ينزل، خلي يقلل طعامه، شوف أحواله شون تستحسن. أحسنتم سماحة الشيخ بارك الله بكم. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع لخدمتكم ونواصل إن شاء الله. الله يحفظك. أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتذكيرا في عنوان هذه الحلقة أحبائي المشاهدين، الإسراف في الطعام وما هي الأمراض الناتجة عن الإسراف في الطعام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس، حياكم الله سماحة الشيخ. الله وإيدكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمكم شيخنا. ما هي الأمراض الناتجة عن الإسراف في الطعام؟ أحسنتم. نعم. بالنسبة إلى الأمراض الناتجة، يعني حتى طب الحديث هم يذكر أمراض بالكثرة، يعني إذا ترجع إلى طب الحديث كذلك بالكثرة يذكر لك أمراض من كثرة الأكل. لكن إحنا نتكلم حول ما ورد
عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب. نقول أن ما هي هذه الأمراض التي وردت في روايات أهل البيت التي ناتجة عن كثرة الأكل؟ وكثرة الأكل إذا زاد الإنسان على وجبة واحدة يعني باليوم يأكل وجبتين، إذا صارت ثلاث هذا يعتبر هم كثرة، وبالأخص بنفس الوجبة هم أكثر من اللازم يصل إلى حالة من التخمة، هذا هم يعد من الكثرة. على قولت أهلنا قبل شيخنا يقولون تعال جوعان للأكل وقم جوعان. أحسن. نعم. هذا هاي أفضل كلام جمعته بهاي هذا المثال. الآن بالنسبة إلى الأمراض التي وردت عن أئمة أهل البيت، أولا المرض الأول هو الأمراض الجلدية. جميع الأمراض الجلدية، لا نقول جميع بل نقول أكثر الأمراض الجلدية ناشئة من كثرة الطعام، لأن كثرة الطعام يضر بالكبد، وإذا الكبد تمرض تجي لك الأمراض تظهر على من البقع، من كثير من بالأخص أدهن النساء حساسية. نعم. بالنسبة إلى الجلد الأمراض الجلدية تجي إلى من كثرة الطعام، ولهذا يفقد زوال الغضارة، ما أدري نعومة، الطراوة، البياض، معاله إلى القتم، يروح وجهه يصير حالة من السواد، يقول أنا ليش وجهي صار حالة من السواد؟ السبب شنو؟ السبب أن كثرة الطعام. الآن فليدققون الناس، المشاهد الكريم خلي يدقق هاي الرواية بالأخص النساء، لأن كثير من المشاكل الزوجية ترجع إلى هذه القضية. الآن أنا أذكر القضية والمشاهد يؤيدني بهذه القضية. نعم. بالأخص النساء خلي يعرفون هذه القضية. ورد في الكافي كتاب معتبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سلام الله عليه، في المجلد السادس قال رسول الله، ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال مر أخي عيسى بمدينة، عيسى بن مريم كان يمر مر على مدينة فيها رجل وامرأة يتصايحان، صاير خلاف شجار بين مرأة وريال. نعم. هاي زوجة وزوجته، صاير خلاف بيناتهم. هسه تعال تجيك السالفة أن الخلاف منين بدأ، أدي أقول أن أكثر اختلافات العائلية يعني الطب أهل البيت يحلها. نعم. يعني أنت إذا ترجع إلى قضية يصير دقيق في مسألة الطب هذا الخلاف يرتفع. الآن أقول، فقال ما شأنكما، شنو هذا الصراع اللي صاير بينك وبين زوجتك؟ قال يا نبي الله هذه امرأتي وليس بها بأس، بوي هاي مرتي، كل مشكلة هم ما عندها، خير دينا بتعبيرنا صلي صوم، كل مشكلة ما عندها، ليس بها بأس، صالحة ولكني أحب فراقها. الآن هي صالحة وانت ليش تحب فراقها؟ شوية دقق النساء يدققن إلى هذه المسألة، لماذا تحب فراقها؟ قال فأخبرني على كل حال ما شأنها. قال هي خليقة الوجه من غير كبر. وجهها شوية مخلقا بدون اللي هي بعدها عمرها بالفرض هي 30 تبين عمرها ب50 تبين عمرها ب40، خليقة الوجه جمالها رايح من وجهها، وأنا ما أحبها. مشكلة أن كثير بعض الرجال اللي يروح يتزوج زوجة ثانية أو يوصل الأمر إلى قضية الطلاق أو يصير شجار بين المرأة والرجل في البيت. نعم. وبي آثار سيئة على تربية الأطفال إلى ما شاء الله، إذا نريد نفتح المجال لهذا البحث مجال طويل عريض، مرجعها أن المرأة تفقد جمالها. لا إله. بس هنا عيسى بن مريم شوف التفت، خلي التفتن الأخوات، إذا تريد ترجع لهن يريدن ترجع لهن جمالهن، يرجع لهن جمالهن ويرجع لهن ترجع لهن الرشاقة ويصيرن محبوبات عند الأزواج، خلي دققا إلى هذه المسألة. قال يا امرأة أتحبين أن يعود ما وجهك طرية، يعود ما وجهك، ترجعين إلى شبابك؟ قالت نعم، يعني كل مرأة تحب هذا المعنى. قالت نعم. قال لها إذا أكلتي فإياك أن تشبعي. الله. هاي اللي تفضلت به هذا المثل. نعم. الشعبي اللي تفضلت به. صحيح. إي نعم. يقول لها إذا أكلتي فإياك أن تشبعي، يعني كثرة الأكل هو الذي جاء بالمرأة أنها بعدها شباب،
لكن تراوع الأربعين أو الخمسين وتفقد جمالها ويجي لها أمراض جلدية، والسبب شنو؟ كثرة الأكل. نعم. كثرة ما تأكل وهي تقوم مثلا شبعانة واصل إلى حد البطنة أو التخمة، فإياك أن تشبعي، لأن الطعام شوي التفت يقول لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر، إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه. نعم. إذا زاد الطعام الماء الوجه جماله يروح من عنده، ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا. يوم اللي عملت بالوصفة التي قالها عيسى بن مريم سلام الله عليه، عملت بهذه الوصفة رجعت شباب كما كانت، ما شاء الله، يعني جمالها رجع لها بعد شبابه هي، لكن من كثرة الأكل جاءت لها حالة من الكبر مثلا. نعم. شبابها راح من إيدها. ولذا احنا نقول النتيجة حتى بالنسبة إلى الرجال، بعض النساء شوف بعدها في جمالها وشوف زوجها في مقابلها فاقد الجمال. نعم. لكثرة ما يأكل من الطعام. نقول يا زوج إذا تريد تجذب زوجتك إلى نفسك كذلك راعي قضية الأكل. إذا راعيت القضية فإنك ترجع إلى رشاقتك وجمالك فتكون محبوبا عند زوجتك، وكذلك الزوجة ترجع إلى جمالها تكون محبوبة عند زوجها، والصراع لا يكون بينهما. وبعد من الأمراض التي تظهر على الجلد من كثرة الأكل الأمراض البرص. الآن الناس يسألون يقولون البرص منين يجي هالتقع البيض اللي يصير وياخذ بالبدن؟ يعني علم الحديث يقول يعني بعض الأمور لكن ما يذكر شو السبب. السبب عند أهل البيت سلام الله عليهم يقولون أن البرص، رواية في أمالي الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأكل على الشبع يورث البرص. إذا الإنسان ماكل طعام وبعد ما هو جوعان يقول على قولتنا على المشتهى، خلوا المائدة كان نفسه اشتهت وبعد ما هو جاية وقعد على المائدة وقام يأكل وهو شبعان، لكن يأكل مشتهى مو يأكل جوع، لأن الجوع له علائم. الإنسان يحس أن المعدة فارغة من الطعام، يحس بنوع من الضعف، يحس أنه يحتاج للطعام، لكن هنا على المشتهى. اللي يقعد ويأكل على المشتهى يبتلي بشنو؟ يبتلي بالبرص. نعم. هاي المرض. وبعد من الأمراض الناتجة من كثرة الطعام المعدة. لهذا يقول الإمام الصادق المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. تجي لك أمراض المعدة. ولذا الإمام الرضا سلام الله عليه في الرسالة الذهبية شي ينقل يقول وارفع يدك من الأكل، ارفع يدك عن الطعام، وبك إليه بعض القرم مثل ما تفضلت. نعم. وإليك وبك إليه بعض القرم، يعني بعدك تحب تأكل وجردك من الطعام، وعندك إليه ميل فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك. وهذا كلي يقتضي أن إصلاح المعدة بقلة الأكل، ولولاها لولاه لما صلحت. يعني إذا الإنسان ما يقلل من أكله، هذول اللي عندهم أمراض في المعدة، ما أدري التهابات، ما أعرف ورم، ما أعرف أي مرض اللي عنده في المعدة، قراقير، نفخ شديد عنده، منين اجت لهذا؟ اجت له من كثره الاكل. المعده بارده، المعده البارده تطلب زياده الطعام مع انها لا تحتاج الى الطعام. نعم. ولهذا طريقه الحل انه يقلل من اكله. ولهذا في البحار ورد الاكل على الشبع يورث البطن. الانسان ياكل على الشبع البطن، البطن يعني امراض اللي ترتبط بالبطن، من الام، من قولون، من قولون العصبي. نعم. اللي ما يرجع إلى كثرة الطعام. صحيح. إذا الإنسان بالأخص هالمشروبات الغازية، المشروبات مثل البيبسي وغير البيبسي، هذن يحطمن المعدة. يعني أنت امتحن، يقال أن هكذا المختبرات يقولون جيب لك قداح وخلي بيه شوية عظم وذب عليه بيبسي، شوفه بعد 6 ساعات إلى 9 ساعات العظم يذوب. نعم. بالبيبسي أدي أشوف أن هذا اللي عنده قوة يذوب العظم، أدي أشوف شو يسوي بالبدن، شو يسوي بالمعدة، يدمر المعدة، تالي يشتكي من معدته ويشرب بيبسي الحجي، لأنه ما يقدر بلا بيبسي أن يمشي أموره، أو مثلاً
ياكل الطعام مثلا ويرتاح باله الا يكون يشرب بيبسي. وبعض من الامراض التي ترتبط بالامراض اللي ناتجه من امراض المعده الامراض هي امراض القلب. القلب هذا اللي يقول مشكلة بقلبي، انسداد بعروق قلبي، ما أدري وجع يجي لي، تجي لي عصرة في قلبي، وهكذا من الأمراض، هذا من كثرة الطعام. ولذا ورد في كتاب مكارم الأخلاق روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب. القلب يموت هنا مو بس إشارة إلى روح الإنسان، ممكن واحد يقول لا تميت القلوب قصده لا تميت الأرواح، بينما لا، هناك ذلك إشارة إلى القلب، لأن الكلام مطلق، إشارة يشير إلى قلب الإنسان، والتجربة تدل على هذا المعنى، أن كثرة الطعام يضر بقلب الإنسان. ولذا أهل البيت عليهم السلام يقولون: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء. شلون الزرع إذا تكثر عليه الماء هذا الزرع يموت ما ينتج؟ كذلك قلب الإنسان هكذا. ولهذا ورد في مستدرك الوسائل قال: الجوع طعام القلب وصحة البدن. الجوع هو طعام القلب وصحة الجسد. الشخص اللي يريد قلبه سليم ما يتعطل عليه، ما يحس بوجه، ما يحس بثقل، فليقلل من طعامه. أحسنتم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. كل هذه الأمراض اللي ذكرتوها سماحة الشيخ، نعم، ما هو الحل لعدم الابتلاء بهذه الأمراض؟ أولاً كما أشرنا باختصار سماحة الشيخ، تقليل وجبات الطعام، يقلل وجباته باعتبار أن الوجبات تكون يصير اثنين باليوم، الغداء يكون أول النهار والعشاء آخر النهار، يعني بمجرد أن يصلي الإنسان يبدأ بالطعام، صلاة المغرب طبعاً، نعم، من بعد صلاة المغرب يبدأ بالطعام، هذا أولاً. وثانيا يعمل برواية أمير المؤمنين. على السرعة أنا أقول رواية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لولده الحسن عليه السلام: ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ أربع كلمات تستغني عن الطب كله. نعم. شنو قال؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين، علمني مثل ما أنت تقول. هسه شنو هاي الأربع كلمات؟ الإمام الحسن قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، هذه النقطة الأولى. والثانية: ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، هذه النقطة الثانية. وبعد: وجود المضغ، يعني لوش اللقمة بتعبيرنا، وفي تجويد المضغ أكو منافع إن شاء الله في الحلقات الأخرى نذكر أن أي منفعة فيه. وإذا هاي الثالثة: وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. يعني إذا أنت قبل لا تنوم تروح إلى بيت الخلاء، لا تخلي روحك محصور يسبب المرض. نعم. بالأخص أمراض اللي ترتبط بالكلية وأمراض التي ترتبط بالمعدة بالمثانة، يبتلي الإنسان بأمراض انحصار وكذا. يقول: إذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. وقال عليه السلام: إن في القرآن لآية تجمع الطب كله. هذا بعد نهاية حديثنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. الله يحفظك سماحة الشيخ أحمد دريس، شكرا لكم ولوقتكم الثمين، بارك الله إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد. نعم أحبائي المشاهدين، نسأل الله بحق الحسين الشفاء لجميع مرضانا بالأخص المنظورين منهم ببركة محمد وآل محمد. للتذكير أحبائي المشاهدين، أي أسئلة أو أي استفسارات حول البرنامج أو أي أسئلة لسماحة الشيخ، تقدرون إن شاء الله تزورون صفحتنا على الفيسبوك الرادود والإعلامي حسين الأميري. نعم أحبائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت. تقبلوا تحياتي، حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.